السلام عليكم يا أصدقاء، حالكم إن شاء الله بخير؟ إيش تعملوا بهذا الأيام؟ شاهدوا كرة في العالم. المهم اليوم شاركنا معكم لو بسيطة، لو كان حتى الأطفال سووها، سهلة سريعة ولذيذة. بسم الله نبدأ. نحتاج 3 حبات موزة، قشرهم وحطهم، 200 جرام جوزة هند، نعجنهم هكذا بكل بساطة. شوفوا كيف بسيط. نخلص هكذا، نبدأ نشكلهم. ممكن نستخدم أي حشوة، أي شيء تحب. ممكن نستخدم الموز والشوكولا أو النوتيلا، أي شيء تحبه. شوفوا كيف سهل وبسيط. لو كان أنا سويها ليس بسنوات، يعني كل لازم يعمل هذه الحلويات. مفيدة للأطفال، ما بيهاش كثير سكر. شكلها هكذا، خليها دارية، قطسها بجوز الهند، نقلبها كامل هكذا بكل سهولة. نقلبها هكذا، فقط وننهيها جاهز. أحسن حلويات. يا هلا بسيطة، إنها كثير سهلة أيضا لذيذة. يلا البنات الصغار قوموا اطبخوا، ساعدوا ماما، اجلسوا تاكلوا، اطبخوا مع ماما، ليس صعب. هكذا لما خلص، الان خلصنا. اتمنى تكونوا فهمتوني. كانت معكم سارة، اتمنى انكم فهمتوني. وما تنسوا تحطوا لايك من أجل تفيدوا الآخرين. ومع السلامة يا أصدقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله. باي باي. Hello friends. Nice to meet you all. We're doing a sweet today. Only 3 bananas, 200 cocos. Mix it together and make them a circle. Cover it with coconut. Only and it will be ready. You're gonna like it. I am Sarah. Thank you that you watched the video. And bye bye. I hope you're gonna be better. Into the next video. Don't forget to give it a like and subscribe. Watch on TV football. Have a nice day. If you like it, bye bye, Sarah. Bye bye, nice people.